شيكابالا مثلا يعني هو بيعاقبوا شيكابالا على يعني على ايه؟ ما على النية مثلا ما ولا انا زي ما قلت لك، هم مش عايزين شيكابالا، هم خايفين من شيكابالا يوم 20 اللي جاي في ماتش السوبر. كيف رأيت هذه الحملة الممنهجة ضد شيكابالا خلال ال 24 ساعة الأخيرة؟ الخوف، انا وجهة نظري ان دي حملة الخوف، الخوف من مستوى الزمالك وأداؤه اللي قال عليه الأستاذ عبد الشافي. الخوف، فكرة الخوف. أنا بجد يعني كنت عايز أتفرج على شيكابالا بس في المباراة عشان أشوف فكرة الخوف. طيب بغض النظر عن إيه اللي حصل في المباراة وإحنا هنستعرضه، منين الجرأة بتاعت فكرة الخوف دي؟ واللاعب دي كانت الهزيمة الـ11 ليه قدام النادي الأهلي، يعني جت منين؟ أنا بحقق السوبر الـ11 وأنت بتخسر قدامي للمرة الـ11، رقم فردي لشيكابالا لوحده. طب على مستوى المباراة عايزين بقى نطلع نعرض كده الصورة ونشوف شيكابالا اللي كنا خايفين منه. دقة تمرير شيكابالا في المباراة 43.75، كأسوأ لاعب دقة تمرير في المباراة. محاولتين بس على المرمى منهم محاولة صحيحة. المحاولة الصحيحة اللي كان فيها إصابة محمود. بالظبط، ثلاث مراوغات منهم واحدة بس صحيحة. أكتر تاني لاعب فقد الكرة مع ست مرات، مع العلم إنه شارك 64 دقيقة بس، ده ليه مدلول؟ إن هو لو كمل المباراة كان أكيد هيبقى أكتر لاعب. عايزين نتكلم انه استلم الكرة 18 مره عشان تتخيل ثقه زمايله فيه، بالمقارنه لاعب زي قفشه استلم الكره 47 مره. الخوف مبرره ايه؟ لا انا عايز افهم بجد والله، احنا هنخاف ازاي؟ اولا النادي الاهلي عمره ما خاف من لاعب، عندنا تحفظ على اللي شيكابالا عمله، واحنا اقرنا اللي الناس بتقول ما كناش هنتكلم في الموضوع، لا اي لاعب هيعمل نفس التصرف يستحق العقوبه واحنا بنرفض ده تماما. ولكن الخوف فنيا من لاعب، طيب انت سالت عن النادي الاهلي؟ اعتقد ما سالتش، اعتقد انا واثق ان انت ما تعرفش النادي الاهلي، او دي لحظه انت كنت فرحان فيها جوه الاستوديو وما خدتش بالك انت بتقول ايه. اتمنى ما تورطوش نفسكم مع النادي الاهلي، او بيغازل جماهير نادي الزمالك. والحقيقه دايما في احد الصحفيين له مغازلات كده، زي مثلا الاهلي في المنطقه الدافئه، الاهلي مش هيهبط، والحقيقه مش عارف بيجيب الجرأه تاني منين بعد ما النادي الاهلي يتصدر وبيتكلم تاني. فاتكلم برضو ان النادي الاهلي بعد ما خد الدوري ان هو زي الحضاره الفينيقيه. طب حضرتك تعرف حاجه عن الحضاره الفينيقيه؟ تعرف انها كانت من فتره 1500 قبل الميلاد واستمد قوتها لمده 1000 سنه على ما بدات القوه يعني تقل شويه شويه، واخدت 500 سنه عشان تقل. لو انت بتشبهنا بالحضاره الفينيقيه فبقول لك ان شاء الله 1500 سنه النادي الاهلي في تطور دائم ان شاء الله. ده كان احداث ما قبل السوبر، وده كان الحلم اللي انت مش هتقدر تحققه. طب بعد